الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وكتابك إني صحيح مسلم للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ودرسيني تضباطني اللباد. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا بإسحاق حا وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيسم عن أبي إسحاق قال سألت الأسود ابن يسيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنفك حليه وحدثنا وحنور من أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس ابن عبد الله بن قيس التميمي أبو عبد الله الكوفي. قال وحيل حدثنا الزهير وهو الزهير بن معاوية بن حديج أبو خيسمة. قال وحيل حدثنا وحنور من أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي الكوفي حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أخبرنا أبو خيسمة وزهير بن معاوية أم بكويدي سكوشغي وعن أبي إسحاق أبي إسحاق وحال قوري. قال وحول سألت الأسود بن يسيد أسود بن يسيد بن ويدي عما شيء بن ويدي حدثته عائشة عائشة يشيغطي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة النبي محمد حق يدنا يشيغطي. قالت عائشة وحيث كان النبي وحوها ينام متسحدة أول الليل هبينك أول كيسو سيحاني ويحيي ونوليني عباده ويستاقي آخره هبينك آخر كيسنا ونوليني ثم إن كانت له هذه أسقنات النبي صلوات الله وسلام عليه حاجة باهي يدن هدو كليها إلى أهله أهل كيس حقيس أو كليها أو حرير قوليد مركا أوتي على إستو نبي صلوات الله وسلام عليه غدا حاجته دنتي سو قدني بحي دي قوش يكو سابسون والا سربابا ثم ينام سيحاني نبي صلوات الله وسلام عليه. فإذا كان مركو عند نداء الأول آدان كهوري مركا لقارو يعني عند نداء الأول آدان كهوري أكتيس مركو يهي. قالت عائشة وحيث رواسبا وبودي نبي صلوات الله وسلام عليه ولا والله ما والله ما قالت ماني أوران قام وإستاقي يعني نبي صلوات الله وسلام عليه قام وإستاقي مؤرنة وحي استعمى شيء أريق وصب وبودي مارك قف عادي وإستاقي يقف بودي ويكلا ويكلا دوي. فأفاض شبي نبي وكبر قني عليه على جسده جركي سدوشي سنة الماء بيها يكو شبي أنا وقبيسكي جنابه كقبيسنا يبيوشيد ولا والله ما والله إلهي بانكور نارتي ما قالت ما أرن يقتسل وقبيسنا يما أرن وحي تري جركا أيوبي يكشو بيي أنك بوان إلهنا حوغا بيان سكو سوش شبايا أنسو قبيسنا يانا وكوضنا وانا أنونا أعلم ومتك وغوغان شبادن بانها ما تريد وحي أجيد أريقا يستربي بيس وحي أجيد ومتك وغوغان شبادن بانها. وإن لم يكن هدان وهين نبي صلوات الله وسلامه عليه جنبا مت جنابا قبا هدان وهين توضأ ويسقى دني وضوء الرجل ننك ويسقاتك صلى الصلاة صلاة ويسقاتوك لي أي ويسقى دني. حدث ودي وأصغر يا أكبره حدي حدثك أكبر كهان وشرين ويسقى ويسقى دني مركو صوتوس ثم صلى وتكني الرقعتين اللي بدي رقعدود بتكني صلاة صبح كهريسي. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم ابن سليمان الأموي أبو سكرية الكوفي واثقة من التاسعة قال حدثنا عمار بن زريق عمار بن سريق أي النور رمي يعني أبو الأحوص الكوفي
عن أبي إسحاق ونقول رمي أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن الأسود أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة وحيت لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحاه يصلي من الليل هبينك يبوتكن نبي صلوات الله وسلام عليه حتى يكون إلى أهاده آخر صلاته سلادي سمتك أقدم بي الوتر يعني ترى إسدير رقعدي وترقى هيد مركز سلادي سأقص وقدم أقص وقبقبي. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثني وحي ورمي هنادي بن السري أبو السري الكوفي قال حدثنا أبو الأحوص هو السلام بن سليم الحنفي عن أشعث يعني أشعث بن سليم يعني سليم بن أسود المحاربي أي أبيه عن أبيه سليم بن أسود ابن حنظلة المحاربي أبو الشعصاء عن مسروق بن الأجدع قال وحولي سألت عائشة عائشة أيام ويدي عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل كنبي محمد بن ويدي فقال وحيت ركان وحوها نبي يحب متع الدائمة عمل كتشوك تدا إلا الدائمة أيوتش على نبي صلوات الله وسلام عليه قد عمل سمعيه عبادة يضاعي وقربات إله يلقوده وانا يؤوص سمعيه وحوتش على إنه تشوكتيه. قالوا حين قلت وحنكوري يعني أي حين واختقابه كان نبي صلوات الله وسلام عليه يصلي متكذا فقال الضحي تركان وحايدا سمع مركو مغلو الصارخ متك دواقي ديق مركو مغلو قام واستاقي فصلى مركسو تكني. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر محمد بن بشر العبدي عن مسعر المسعر بن كدام عن سعد يعني سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كيوي عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وحيت لي ما ألفا يعني مهل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لما نكل من السحر الأعلى وقت السحور يعني هرافت وقت هذا كرية في بيتي قرية قد حدث كلما كل من وهبينك أول كيسيبا لوجي ذاي أو عندي أما أكتا إذا كلما كل من إلا نائما مدهر دائن ويهي مويان حين ولكن لغو حنباريا وأقلب كنبي حؤبضنا هبينك آخر كيسين وصوقعه أي أبضنا هبينك أول كيسنا وصيحضه لازم بينكم حي ليضا يعني ما وجدت ما ننهلين بيتي يعني ما ألف أي ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى يعني وقت السحور تأيه كرية السحر الأعلى يعني وبرك وحي أجده في آخر الليل يعني قبيل الصبح وحي الصبح كهر مركو ويترق يسير دميست وقت أسمانه هلين في بيتي قرقي كمانه هلين وعندي أما أكتئذ إلا نائما إن مذهر دائنه يهيمه يعني مركا أول ك نبي صلوات الله وسلام عليه بين كأول كي سنة ويعني سو كعي وتري ووتري برتن كي سنة ووتري هبين كآخر كي سنة ووتري لكن وقت جاس قبيل الصبح كهر ين تاير أيو نبي صلوات الله وسلام عليه سيحني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي الجهدمي وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي قال أبو بكر وحيري حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة وحيت ركان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا صلى ركعتي الفجر لبدر ركعته الفجر كمركوت كذا فإن كنت هدانا هي مستيقظة مت سوتشي هدانا هي حدثني وإيشكيني نبي صلى الله وسلم عليه وإلا إدجع هديك لو سيحني دان نسوت شيدنا ويسك سيحني النبي صلى الله وسلامه عليه وهذه يعني وحوي ومعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم هبدقن كي نبي محمد مركا حاسكي سو كل رقم أيوة وحدثنا وحنور رمي ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سياد بن سعد سياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني عن ابن أبي عتاب ابن أبي عتاب وحال قوري ابن أبي عتابنا يعني وحوي وحال هذا كان أسبة أصحاب الزهري
كوي مقعيسا سو كعام بحيو ويعني مقعيسا وحاليا السيد ابن أبي عتاب أيالي لها أبو سيد نوال وشيغي عن سيد ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أي مثل ما روى أبو النضر. أبو النضر يعني وحو وريه وكله عن أبي سلمة وكوري أبو عتاب كوحو متابعين إياه أبو النضر كهرو متابعين إياه. وحدثنا زهير بن حرب أبو خيسمة قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي القردي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن تميم بن سلمة تميم بن سلمة وحال قوري السلمي الكوفي عن عروة بن سبير عن عائشة قال وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها يصلي من الليل هبين كيمت قدوها النبي صلوات الله وسلم عليه فإذا أوتر مركو وترينا قال وحرري قومي استاقوا فأوتري يا عائشة وتري قيسة مركو لما يستو حرري يا عائشة استاقوا وتري قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي عن قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة وحلقوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحوها كان وحوها يصلي متكذا صلاته سلادي سبي الليل هبينك وتكني والحال هي يدنا معترضة مد قد بن أيتهي يعني مد قلنا وشيفتا بين يديه أرتي سايي شيفتي فإذا بقي الوتر وتر كي مركو حرية وهرسن يحي أي قدها وتوسيني نبي صلوات الله والسلام عليه فأوترت مركاسي وترني سي انت قال هرتي سايي شيفتي مركا وحرسالة سكالة صورة ميستو أي وتر كي وتوسيني. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه وقدان ولقبه واقد واسمه واقد ولقبه وقدان مقعي سوحاليا واقد لقب كيسا نوحالي لهذا وقدان. حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما ميت كستو لبدو ذا كمدي أما لبدو ذا وأبو يعفور يا أعمش وحيكورني عن مسلم مسلم بن الصبيح أي كورني عن مسروق من الأجدع عن عائشة قالت وحيتري من كل ليلة هبين كدمانتي وكان حديث كانوا شيغيني قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى ووتري فانتهى وتره وتركيسي وحقوصه الرابطون هذا كل ماضي إلى الصحر إلى وقت السحور تام هرابت حقيدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي حصين أبي حصين يعني وحوي وعثمان بن عاصم بن حسين بن حصين الأسدي الكوفي عن يحيى بن أبي وساب عن مسروق بن الأجدع مسروق بن الأجدع وحال قولي عن عائشة أنها قالت عائشة وحيتري من كل ليلة هبين كدمانتي قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ووتري من أول الليل هبين كأول كيس وأوصده هبين كبرتن كيس وآخره هبين كآخر كيس فانتهى وتره وتر كيس وحقوص وريبتون هذا وسو قاري إلى السحر إلى وقت السحور تلقى قاري. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثني علي بن حجر ابن ياس السعدي قال حدثنا حصان حصان بن إبراهيم بن عبد الله العنسي يا ليرهذا قادي يعني كرمانا كرمان مش ليرهذو قادي جديها عن سعيد بن مسروق إن سعيد بن مسروق وحال قوري عن أبي الضحى أبي الضحى ومسلم بن الصبيح هذا وينوت المامي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة أنها قالت عائشة وحيتري كل الليل هبين كدمانتي قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله ووتري فانتهى وتره وتركيس وحقوص وريبتون هذا وسوقاري يعني إلى آخر الليل إلى هبين كآخر كيس أيو وتركيس وكل ماني. باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضى أمين ليسو إذا فيه الليل هذا
يعني باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. باب جامع باب كل من يوي صلاة الليل صلاة هبينك ومن روح نام كصيحضي عنه عن صلاة الليل هبينك صلاة كصيحضي أو مرض أما بكوضي وشردي محا حالك سنقني. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسنى العنسي قال حدثنا محمد بن عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي عن سعيد سعيد بن أبي عروبة سعيد ذي الله إطلاقه قتادة ودبتشه هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سراجة بن أبي أوفى الحرشي أن سعد بن هشام بن عامر أراد وحده أن يقصو إلو دولو في سبيل الله إلهي جدك سينو كدولو جهادي يدقال أوغل فقدم المدينة مقالة مدينة أي صوغل فأراد وحده أن يبيع إنو إيبيو عقارا دول الله يسقى وصونا ضيا عقارك وحلا دولك يهنتذا مجور تدعى أيالله بيرو يدارو يحلمد فأراد حضون أن يبيع إنه يبيع عقارا له دول أوليه مجورتا وبها بالمدينة مجال ذا مدينة وصونا وفيجعله دولك وكيله في السلاح يهبك يو الكراع فرده دولك يبيه إنه كرده سيفاء ورماء فرده لقد دقال قل يجد وكبدله يعني مركا هوين يدي سنة أفرع ويجاهد ودقالما وهلقما الروم الروم ولا دقالما حتى يموت إلى وكرنت فلما قدم المدينة مقال ذا مدينة مركو صوغلي لقي وحولك الميؤناس ضد من أهل المدينة رير مدينة كامدة مدينة هي الكيدة ضد لمدة يعني ضد كامدة أهل العلم يهلي فنهوه مركاسي كره بين أديدين عن ذلك أرن كاسي أديدين واركه عن بيع العقار إنو إيبيه وأخبروه وحيوغور من إن كانوا وحيو مكاقوا عن صدانه وجهاد ما يوحك لبا حول إيا الدنيا إيا وحاس وحان هينا إلهي بنكور يجينا يا إنتان نولا هينا تيرون بالنا دقالمي وأخبروه وحيوغور من أن الرهدا جماع ستة أوليحة أرادوا إنا يدونين ذلك أرنك في حياة النبي الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد نولشي سيدات بعضونا يوركن كاقوري فنهاهم وكرب وكنهي نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وقالوا حري أليس لكم في أسوة مياني كدايش ويقو كين سغنانين وان قرسانيا وان جهاديا وهدي لا يكورون يهي يعني مركا وان نولشي الدنيا دان مامولانيا فلما حدثوه مركا يوركا أشيغين بذلك أرقى مركا أشيغين بو راجع إمراته هوين دي سيبو سوء عشدي الهوين دا مركا ورواف رأي ناشقا يسكم الهم بوين وقد كان وحوها ضلقها مد فريبوها وأشهد وحو مرقاتي قلي يوم ظل إيا مرقاتي ويالي على رجعتها سوعل تيدين مرقاتي بأسمعي هذا ما سيجاب الاسكو فراي حواء مرقاتي عدنا وقيل ما سوى أنت الاسكو حنا ما سيجاب الاسكو سوف فراي وأشهد لكن هذه سنة حوين ومرقاتي قلي وأشهد ومرقاتي قلي على رجعتها سوعل تيدين ومرقاتي قلي فأتى ابن عباس عبد الله بن عباس بوتغي فسأل وحو ويدي عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتر كي نبيغا أيو ويدي وماشى بابك كخصيصي فقال ابن عباس عبد الله بن عباس بوحولي ألا أدلك ما كنت صيع على أعلم أهل الأرض ذاتك أرلاذا كنول قفك وحلمك بذن بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتر كي نبيغا عيدا وقتقان قال وحولي من وعيه قال وحولي عائشة ابن عباس وعائشة وير فأتها أتغو فاسألها ويدي ثم أتني إيكا ليو فأخبرني إيورن بردها عليك بردها عليك وحيكوسو علسو دوش هذا إيه جوابتا إيكوسيسان إيكين علمك هيكا بخيلن سو ويدي أنا واسكو فلان هايوانو بابكا واهيادو قدونا مؤران ونيو سو ويديو يصامر وحيكوسو علسان جوابتا إيكين بوي فانطلقت وان بحي إليها إلى عائشة عائشة حقي ذا نبحي فأتيت وحنتغي على حكيم بن أفلح حكيم بن أفلح بانتغي فاستلحقته راعيتان بانك دلبي إنو إحليل إليها حقي ذا أي دلبت المصاحبة والمرافقة
فقال وحولي ما أنا بقاربها أنه مدعو دواني يميه كون راعي ماي لأني أنه نهيتها وحنكر بأن تقول إني تراهدو في هاتين الشيعتين اللي بضن كوحود حقودا شيئا شيئا يكتراهدو فأبت وادي دي فيهما دحدودا إلا مضيا متكو صعون يسايني تايمو يال علي يا معاوية اللي بضن كوحود يسايا إني كقاب ستان فري واني دحبودين لكن ويدي دي إني كسعو تمو يانيونا مركساسا كقامس ودواتي كوحدي معاوية راع ذي مركي معاوية وكو قنعي أنه علي حكم ككما هيسانيه ديجي عثمان بان دوني نادسك عثمان بن عفان ديلي بان ربنا إن لقصاصه لقصاص تلسو تاغ علي نو اجتهاد وحيد بالهورتا بيع على السوق قلا مركز حكم كسوق شانو أويد أودين آنو أد مدايسان أيان ولدك عالمي كرناني من كان خوارثة قالوا حرفا أقسمت عليه دوشي سان كل دارته وحان وان كل داري إنو إراحه فجاء وايم فانضلقنا وانو بحني إلى عائشة عائشة حق إذا بحني فاستأذننا عليها دوشي إذا إذا ويدي سني فأدنت لنا وينو إذا طي فدخلنا عليها وانو قلني فقالت وحيت لها حكيميا فعرفت ويقرتي فقالوا حين نعم ها فقالت وحيت لي من معك يا كل شر وكل صعدة قالوا حين سعد بن هشام قالت وحيت لي من هشام هشام كواكما قالوا حين ابن عامر سعد بن هشام بن عامر فترحمت يعني وي أن حريص ضلبت عليه دشيسة إلهي رحمه الله بيتر وقالت وحيت لي يعني خيرا خير بيكش يقطي قال قتاد وحيت وكان وحوها يعني هشام بن عامر أصيب مثل أصيب يوم أحد مالك أحد مثل أصيب يوها فقلت محنكور يا أم المؤمنين هو يدي مؤمنين تاي أنبئيني إيقورا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق دي النبي محمد بل إيقورا إيشك قالت وحيت لي ألست تقرأ القرآن يعني مياذا حين من القرآن كأخرية قلت بلى قالت وحيت لي فإن خلق النبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن أخلاق النبي محمد وحيه القرآن كي يحيد قرآن كسيد وفريه مكارم الأخلاق مذي كذب عي شيوه إمام نووي حولي كان القرآن أي كان خلقه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبر معانيه وحسن تلاوته قرآن صعون أيها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بحي قرآن كفريه بالليماني قالوا حري فهممت وحنهم يا أنا قوم إن نستاجو إسكاك عمش سؤال دم بين الويدين قرآن كم ما أخرديد مياه مركي اللي يقولي أخلاق النبي محمد هذا دون إذا قرآن ككفير بانس بس وأقول ما تمرك قرآن كاجا ونذور راعوا قرآن كوا ولا أسأل أنا ويدين أحدا روحنا عن شيء شيء أنا ويدين حتى أموت إلى عندك ثم بدأ لي وحائم وقضينا سؤال شيء دي ويديه كل سؤال شو أدوسه قصدي هكتقن فقلت وحان الأنبيئيني إيقورهن عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم استاقي نبي محمد إيقورهن فقال ضحيت رئالست تقرأ مياذا نقرين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا دليل مضحو لك عواية وآيات قرآن ومامر بلوكياني قلت وحان البلاء قال ضحيت فوالله فإن الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى افترض وفرض يلو واجبي قيام الليل في أول هذه الصورة صورة دانية ذا بلو قيدة أيو قيام الليل ككو واجبي فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي با استاغي يو أصحابه أصحاب تيسي با استاغي يعني حولا سند با استاغينو قيام الليل يعني مركا أي تكني واتي له رقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وأمسك الله إلهي ووها استي سبحانه وتعالى خاتمتها سورة دنقب قبل إذا ينتظم بآيات دنب وهايزي إثنى عشر شهرا لبية طمان بالوضب وهايستي الله سبحانه وتعالى في السماء السماء الرحية دوكو هايستيو أن سودج تخفيف كحكم كان إي آيات إنتي دنب إلهي سبحانه وتعالى أن سودج إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه تخفيف كا إلى آخر الآية اللي قالوا إلهي مرك الله بيطهم بلوتك بعدي بسودك حتى أنسل الله إلهي بسودك في آخر هذه الصورة صورة دانية ذا آخر كير
التخفيف فضضين تيبو سودتي فصار قيام الليل قيام الليل كي وحون نقضوه هذا تدوعا صنع بعد الفريضة فردك كدم به. قال وحو قلت وحن يا أم المؤمنين أنبئيني قورنا عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذو حيتر كنا وحن وهن عد له كون نبقى ودياريا سواكه عدي قيسة إيه وضهوره ويسديسا نؤديارينيني فيبعثه الله إلهي بسوكعيني ما شاء انتو دونه أن يبعثه إنو سوكعي من الليل هبينك فيتسوك عدييني ويتوضا ويسقادني ويصلي وتكني تسع رقعات سقال رقعات وتكني نبي صلوات الله والسلام عليه ولا يجلس مفرسن فيها سقال كارقعات لحدودا إلا في الثامنة إلا رقعات السديدات مياني فيذكر الله إلهي بحسي ويحمده ومهدني ويدعوه بريه الله سبحانه وتعالى ثم ينهض كذبنا وهنقني ويستاقي ولا يصلي من مسألة من أقصنين ثم يقوم ويستاقي فيصلي وتكني التاسعة الرقعدي سقالات وتكني ثم يقعد فلسني فيذكر الله إلهي بحسي ويحمده ومهدني ويدعوه بريه ثم يسلم تسليما يسمعنا كدبنا وسلام نقصني سلام نقصي أون مقشيني السلام عليكم ورحمة الله عليه ثم يصلي وتكني رقعتين لبرق عدود وتكني بعدما يصلي من مركو سلام نقصديك بعدي والحال هو يسقن قاعد مصفر يأويه فتلك مداس لو صوت المامي وإحدى عشر ركعة وكومية مرق عدود يا بني ويل كيقيو فلما سن النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي مركو دؤوبي وأخذه اللحم هلب كينا أوقبتي أوعصلاضي أو تروو وتري بسبع تدباء يكو وتري وصنعو سمي نبي صلوات الله وسلام عليه في الرقعتين لمدى الرقعات ودلحظة وحوكو سمي مثل صنيعه الأول يعني فلكي سي مركي هرأو سمي أوكالي فتلك مدى ستسع نواسة قال يا بني ويلكي غي وكان النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي إلى وحوها إذا صلى مركو تكني صلاة صلاة أحب وحوش على أن يداوم عليها صلاة إنو شوكت يدوشيد وكان وحوها صوبنه إذا غلبه هدي كقالب نغطة نوم هرده كقالب نغطة أو وجع أما بكانه كقالب نغطة نبي صلى الله وسلم عليه عن قيام الليل هبين كيستاقي سي بكان يشر أي كقالب نغطة صلى من النهار مالك حق إذا يتكني سنتي عشرة رقعة لمية رقعة دود بوتكني ولا أعلم مؤقي النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي قراء القرآن قرآن كإن وقري كله دمانتي في ليلة هبين دحدي هل هبين إنه قرآن كردن دميي مؤقي نبي صلوات الله والسلام عليه ولا صلى إنه تكدين مؤقي ليلة هبين إلى الصبح إلى صبح لقجار ولا صيام شهرا بالإنس ولا صام شهرا بالإنس صومين مؤقي كاملا ودميسترا غير رمضان الرمضان يعني غير كيد على سقوا فتنة يا مركا روايات كها شيخان يصوم شعبان كله بمعنى أنت أقلب كأبو صوم شر أنت هذا بدل قالوا حرفا انطلقت وان بحي لابن عباس من عباس حقي صانو بحي فحدثته وحنوشه بحديثها وركي ديبانوشه فقالوا حي صدقة رم بشرت لو كنت هدان هان لها أقربها مد أدو أو أدخل عليها ما أقلي لا تيتها ونتقلها حتى تشافهني إلى يقول هذا شو به بالحديث يدو عفك إذا أيقشك تو يقول هذا شو قالوا حيوري قلتوا حانر هشام بن عانك حورني مركا سعد بن هشام باو حورني قلتوا حانر لو علمت هدان وقان لها أنك أدوك لا تدخل عليها دو شيء إذا إنادن أقل ما حدستك حديثها حديث كذا أنبكو مشاك ويدن هدان وقان لها إنادن أتقل أنبع علمي إذا إناد كفا إذا استكو مشاك وقامك ابن عباس تقال كي دنك علي معاوية ما كسفتي دنك معاوية كسفتي فحوقا كجرين وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام ابن عبد الله الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امراته وين دي سيب فري ثم انطلق إلى المدينة مدينة حق يدو آده ليبيع سيوي بي عقاره دولكي سيوي بي فذكر وحو شيغي نحوه فذكر هشام ابن عبد الله الدستوائي با وحو شيغي
نحوه يعني حديث كي سعيد بن عروبة قتادة وكورنا يمدن لمضى أيو شيخ. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي عن زرارة ابن أوفى زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال وحري إن ضلقت وانبحي إلى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس حقي سانبحي فسألته وحن ويدي عن الوتر وتر جبان ويدي وساق الحديث يعني حديث كيبو كحيي عند حديث كمركة كحين سوى محمد بن بشر بقصته قصده وقال فيه حديث كان حديث وحاكوسنا قالت وحيتري من هشام هشام وكما قال حري ابن عامر هشام ابن عامر وي قال دحيتري نعم المرء كان عامر نعم المرء يعني الروح بان نعم لهذا كان عامر عامر وها حوي يعني نعمة يمرك الاستعمالي المخصوص بالمدح يعني كان هشام ابن عامر أصيب والأصيب يوم أحد مالك أحد بالأصيب ودلالك أحد بكل انت وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سرادة بن أبي أوفى أن سعد بن هشام كان وحوها يعني جارا له جار بؤها فأخبره وحو قبر من أنه يسقط ضلق إمراته وين ذي سين وفري يعني عدة شارك الله هيدو حوي زرار بن أبي أوفى بسعد بن هشام شار الله درس بالله واقتص الحديث يعني حديث كيبو كحي معمر باكحين يا حديث كي حديث كي نوصه رمي بمعنى حديث سعيد وفيه وحكوشري قال ضحيت لمن هشام قال حري ابن عامر هشام ابن عامر قال ضحيت لنعم المرء يعني كان وحوها أصيب مثل أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفيه وحكوشري فقال حكيم بن أفلح بوحوري أما إني أنا لو علمت أدان وقال لها أنك أدوك لا تدخل عليها دشي ذينا ذا نقلين ما أنبأتك كاقم ورمين بحديثها ورك إذا كاقم ورمين لكن سيدة صح ذا عيدة ورك ورنة سوى هشام نين كان نساق وابلسيك حيستي وراعيد بالقد البي عيدة ورك ورنة سوى وهشام كي ويتر سواش مرك ورين ابن عباس ويدي ابن عباس عائشة وتلمامي عائشة مرك وعلمك قصوا لنا يري إلى صومر قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري قال سعيد حين حدثنا أبو عوانة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا فاتت الصلاة الصلاة هذيك تكت من الليل هبينك من وجع بكان يشر يعني حق هذيك تكت أو غيره أما بكان كغيرك كتبت وصفر يوح لمدة صلى من النهار مالك يوح تكني سنة عشرة رقع اللبية تمر رقع دود بوتكني اللبية تمر رقع دود فضلي اللي هلين دواتين هرو وصمر وحدثنا علي بن خشرم علي بن خشرم أي نو ورمي يعني وبوزن جعفر أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عيسى بن يونس بن يزيد الأيلي عن شعبة عن قتادة عن سرارة ابن سرارة ابن أبي أوفى عن سعيد سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا عمل هدوس من النبي أثبته وسوي عملك وكان إذا نام مركو صيحد عن الليل من الليل هبينك حقي سمركو كصيحد أو مريض أما أوتي الرضا أو بكود صلى وتكني من النهار مالك حق يدي وحوك تكني سنة عشرة رقعة لبية طبعا رقعة قال ذو حيشتري وما رأيت مان أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد مان أرق لي قام يسوي يستاقي ليلة هبين حتى الصباح إلى صبح إلى قدر هل هبين صلاة الصبح يسوي هبين كيول انتاقا مان أرق وما صام من أسوى من شهرا بالأم متتابعا إسراح رعصا إلا رمضان بشهر رمضان مويان. حدثنا هارون بن معروف هارون بن معروف المروسي أبو علي الضرير قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري حا وحدثني أبو الظاهر أحمد بن عمر بن صرح وحرملة بن يحيى تجيب قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يسيد عن ابن شهاب عن صائب بن يسيد وعبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الرحمن بن عبد القاري
قال وحي سمعت عمر بن الخطاب أن مقلي يقول سقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحي من نام الروح كسعدة عن حزبه حسب كيس الروح كسعدة أو مس عن شيء شيء منه حسب كامدة أو فقرأه أخري فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر أنت صلاة الصبح صلاة الظهر حيث الروح أخري كتب له وحال له قرى كأنما يسقو قرأه أخري من الليل هبينك أخري بالله قرى أترك هبينك وهلي وكله أيها لي باب صلاة الأوابين حين ترمد الفصال باب هذا كان باب صلاة الأوابين ذاتك توبت كيان كبدن صلاة دودي وحيا هاتي حين ترمد الفصال مركن يرقوه أي عقا قبيودان حين ترمد الفصال وحلوه جيدا لولك عد عيدو مركا يكولولاتو ولولك قرحدو قادو نرقها يرير قيلو عقوين بوليه سومي دارك نرقها يرير مركا ممات كيسان كران مركا عقاها ويبود بوضي قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا الزهير بن حرب وابن نمير قال وحين حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن قاسم الشيباني قاسم الشيباني أيانو ورحمي وقاسم بن عوف الشيباني البكري أن السيد ابن أرقم رأى وحارك قوم يصلون تكني من الضحى صلاة برق كلا تكني فقال وحيني أما لقد علموا ورهوي كوني ويؤجيهين أن الصلاة صلاة في غير هذه الساعة صاعدان غير كيد لتكذو أفضل إني كفض لبدن تحي محايا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي صلاة الأوابين ذاتك توبتكين كبدن صلاة دودو حين ترمد الفصال نرجوه مركي عقا قبيودان وقت قاس بيهات مركي حوقا صلاة دو حد مركي قرحضو أي صوير كولولاتو إن لا تكذا يكفي عنده على اختلاف البلدان ويكلا إنك وحلقيا بسقالك إيو طبنك إنه يحتاق الرحضو أنا سقالك صدح ساعة عن سوق الولان وطبنك أفر ساعة عملها سوق الولات من دير إيو هدي لا يكورو يمرك الجارو بصومالي الجارين وحلقيا بألا بساعة إنه يقول رحضي ببنانك أتاق أنت وصدح ساعة كليل كذا عن الهينكر مركا وقت بوقت وكهر يقول رحضو أي كلوشة مركا سألت كناه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عبد الله قال حدثنا قاسم الشيباني عن سيد بن أرقم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد بصوبح على أهل قباء غير قباء قبائه الكيد دشو دايوك صوبح والحال هم يقن يصلون يتكنيان فقال وحولي سوى أمان يؤبغي وحولي صلاة الأوابين إذا رمدت الفصال صلاة ذاتك توبت كياني ومركا اي قرح نرجوه يعني مركا اي عقو بيودان واي باب صلاة الليل مسنا صلاة هبينكي والبلبو والوتر وتركينا رقعة رقعدوية في آخر الليل هبينك آخر في صلاة كذب وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عمر بن الحارس أن الرجل نبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد بويدي عن صلاة الليل صلاة هبينك حق إذا يوحكو يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل صلاة هبينك التي كان يمسنا والله والله برحك عدو فإذا خشي أحدكم متكين هدو عبصدو الصبح هدوك عبصدو صلى وتكون رقعة واحدة رقعتك لي تاسو تؤتر يعني مركا تؤتر له يعني أوترين يسو وتر وقدر يسا ما قد صلى وحي أوت كذي صلاة وحال الروائن ترى إصدار وختم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد والسهير ابن حرب قال السهير حدثنا سفيان بن عيينة عن السهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكم قال يقول السقوة حاو حدثنا محمد ابن عباد واللفد له قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا عمر بن الحارس عن داوس بن كيسان عن ابن عمر حاو حدثنا الزهري يعني بالسند السابق عن سالم عن أبيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال يويدي عن صلاة الليل فقال وحولي مسنا والله باللبو لبلبو رق عدود بالو تكنية فإذا خشيت الصبح هذا تكعب ستو إن صبحي وكاسو قارو هذا تكعب ستو وكوكوسو قارو فأوتر بالرقعة رقعتك ويترين
قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أخبرني عمرو أن ابن شهاب وعمر بن حارث أن ابن شهاب حدثه وحشق أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه لبدو دون يشيقين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب يوشق أنه قال إنه يري قام الرجل نبا استاقي فقال وحري يا رسول الله كيف الصلاة الليل رسولك إلهي والصلاة الليل كواسدي سيوت كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحري صلاة الليل مسنا صلاة هبينك واللبلبو عدود فإذا خفت الصبح صبح ذات كعبسته فأوتر بواحدة هل رقعت كويتري أيو يري ختام كي قبل هل رقعت كيال وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي البصري قال حدثنا حماد وهو حماد بن سيد بن درهم قال حدثنا أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السقطياني وبديل يعني مركة ابن ميسرة بديل ابن ميسرة وثقة من الخامسة عن عبد الله بن الشقيق العقيلي عن عبد الله بن عمر أن الرجل النبى سأل النبي صلى الله عليه وسلم نبي قويدي والحال أنا أنقن بينه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السائل النبي أي أنك سائلك أنقن أنرد حيو ودحجوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بوحيري فقال وحري يا رسول الله رسولك إلهي كيف صلاة الليل صلاة هبينك واسده سيوت كذا قال وحري مسنا لبلب رقع دودوي فإذا خشيت هذا كعبسة الصبح فصلي رقعتك واجعل آخر صلاتك صلاة هذا آخر كيدي قبدي قنادنت كيدا نوحات كيشا وترا وتر كيال ثم سأله رجل ننكلا ويدي نبي صلوات الله والسلام عليه على رأس الحول سنة كمدحيس يعني السنة كمدحيس السنة بلوغي سينا مدبا ويدي يعني السنة كدمات كي سينا مدبا ويدي على رأس الحول وحلوش إذا السنة كمركو دماغ وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هنا بوسكا أن نبي محمد صلوات الله والسلام عليه أنكتشوه يعني ماشي مركي وراء أنكتاقنا يعني أنكتشوه فلا أدري ما قرن هو ذلك الرجل هو يسق ذلك الرجل ننكا يسق ميوها أو أمس رجل آخر مس ننكا لؤها فقال له نبي حكولي مثل ذلك سيدا سوك لكيولي وركي كيه روشيغي أيو شيغي نبي صلوات الله وسلام عليه وحدثني وحائي ورمي أبو كامل إن أبو كامل البائي ورمي يعني أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين البصري قال حدثنا حماد وهو حماد بن سيد بن الدرهم البصري قال حدثنا أيوب وأيوب بن أبي تميمة السقطياني قال أحول وبديل بن ميسرة البصري وعمران بن حدير السدوسي أبو عبدة البصري عن عبد الله بن الشقيق عن ابن عمر حول المؤلف السندة وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير ابن الخريت والزبير ابن الخريت ننكل إلى هذو أيائي والرمي خريت وبكسر الخاء عن عبد الله بن الشقيق العقيلي عن ابن عمر قال وحي سأل رجل النبى ويدي النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال يويدي فذكر وحوش بمثله يعني حديث كيسي مثل لمضة أيو شيغي طيب فذكر بمثله حقي النغنس يا شيغي فذكر أبو كامل يعني مركا فذكر أي حقك جهبون تي فذكر وحش يجن يعني بمثله مركا فذكر هدي لي الحين غنص أبو كامل ومحمد بن عبيد بمثل حديث أبي الربيع الزهراني حديث كيسيوكل طيب وليس في حديثهما حديث كذا كمس قلنا لبضاس ثم سأله رجل نبا ويدي على رأس الحول يوم بعده إن تكدم بيس وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب جميعا حاليهين عن ابن أبي سائدة يحيى بن سكري بن أبي سائدة قال هارون حدثنا ابن أبي سائدة ينو ورمي قالوا حولي أخبرني وحائي ورمي عاصم الأحول عن عبد الله بن الشقيق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال النبي وحري بادروا بصبح صبح الذي دقا يعني بالوتر وتركي كالذي دقا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس وهو ليس بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي حا. وحدثنا ابن الرمح وهو محمد بن الرمح أخبرنا الليس عن نافع أن ابن عمر قال وحري من صلى من الليل هبينك روحي تكذا فليجعل هيا لآخر صلاته صلاة سآخر كذا كيا لوترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إذا كان وحوها يأمر بذلك أرن كامد فرأيوها نبي صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة حاو حدثنا ابن نمير حدثنا أبي وعبد الله بن نمير كورنا ومحمد بن نمير حا. وحدثني الزهير بن حرب وابن المسنى محمد بن المسنى أبو موسى البصري العنسي قال وحين حدثنا يحيى يحيى أيان نو ورمي يحيى أصنا إذن كان لإذن كان ربع كوية أنا من بضم الشيخ شيخ يحيى هكونا قل ماي يحيى بن سعيد القدام فتح الله عليك وسوجك الله بنتين من له كلهم لما أنت ضحي وحكبرين يعني عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حوري اجعلوا يالا آخر صلاتكم بالليل وترا صلاتنا قبل قبل هذا وتر كيال. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان وحي يقول كلا من صلى روحي تكذا من الليل هبينك فليجعل هيا لآخر صلاته صلاتي سآخر كذا كيال وترا قبل الصبح صبح كهر كذلك سداسا كان أوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي يأمره مدفر الصحابة. حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ الحبدي أبو محمد الأبلي وصدوق من الصغار التاسعة قالوا حين حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي أبو عبيدة البصري ثقة أصدقنا وحبكورنا يا عنب التياح ويزيد بن حميد الضبعي البصري ثقة قال حدثني أبو مجلس أبو مجلس علي أنت بدون كتب التفسير باتكو أركسان وطابعي لاحق بن حميد بالي إلى ابن سعيد السدوسي البصري ثقة من السادس عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وحال قوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحري الوتر رقعة من آخر الليل وتر قوار رقعت يعني لتكدو هبينك آخر كيس يقرانت كيس. وحدثنا محمد بن المسنى وابن بشار محمد بن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر وقندر كي حدثنا شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي مجلس لاحق ابن حميد قال وحي سمعت ابن عمر أيان مغلي يحدث يسوى حديث كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي الوتر رقعة من آخر الليل. وحدثني زهير بن حرب بن أبو خيسمة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام بن يحيى العودي قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي مجلس لاحق بن حميد قال وحي سألت ابن عباس أيام ويدي عن الوتر فقال وحي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رقعة الوتر رقعة من آخر الليل وتر هو رقعة هبينك آخر كيسة هبينك يعني آخر كيسة قبل قبضي سألت كذا. وسألت ابن عمر أيام ويدي فقال وحي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رقعة من آخر الليل الوتر رقعة من آخر الليل مرك لاحق ابن حميد يعني حديثك وحكورني يا ابن عباس يا ابن عمر لبضبا. وحدثنا أبو كسيان مركا كورد عن إنه وهميه ابن عمر حديثك كورني هذا رواية ضمبه أي مسلم لبدو ذي بأو كجمعي. وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير القرشي المخزومي قالوا حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر جماه مركا كان ويعني أبوه وبيقنان يا ابن عمر أمرك ابن عمر أحبذن أحبك موري ما بقاري كره نافع بنت بذن عبيد الله كورية أن ابن عمر حدثه وحوشه قال رجل النبى نادى دواقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول دواقي والحال رسولكنا وهو يسقون في المسجد مساجدك وكل سقية فقالوا حريا رسول الله رسولك إلهي كيف سذيبا يعني أوتر صلاة الليل صلاة ذهبينك سذيبا أوتريا كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين من صلى روحي تكذا فليصلي مسنا مسنا لبلبها تكذا فإن حس هدو دريم
أن يصبح إنه وابر يستهدو دريمه سجد ويسجود يا سجدة تاني يعني ركعة ركعة فأوترت له مركاسي أوترين يسا ما قد سلى وحي أتكذي. قال أبو كريب حولي عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر فرق غير باول حي وابن عمر ما نوره. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد بن سيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عبد الله بن عمر بن ويدي قلت محاندي أرأيت بالكور الرقعتين لبدر عدودي قبل صلاة الغداة صلاة الصبح كوري أضيل فيهما لبدر عدودي لحدود ميان ديريا القراءة قراءة ميان ديريا. قال حي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل هبين كوتكني مسنا لبدر عدود بوتكني ويؤتر برقعة رقعتنا وكوتريني. قال حي قلت محاندي إني أنا لست عن هذا أسألك قد اسكفدود باجيرو جوابتا يدو ان لو دمن مركي بسكبود محل غيا با شيخ كو جواب يا انو مقدمه يا جوجل ليغ يا عرر او سمي تا كما ويدين انو بو لا سو بودي مقت. قال وخي انك لضخم نمبورن باتا نمبورن عقل ملي في ير قرنايا مركا انك لضخم نمبورن باتا هو العظيم الجسم غليل الفهم فيه اشاره إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب نوع دقن ماء إن كجرت أنا سوالد وأنا رحمة لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبا أنت بدن وصف قاس دقن ماء هو هذا دسك يعني بربورا وإنما قال ذلك أركان وحول لأنه قد عليه الكلام هذا الكيب كجوي وعالجه قبل تمام حديثه يعني وحو سكودة إنو كدح قالوا إنتان واركي سيقوين ألا تدعني ما دي ديس تقولي أستقرئ لك أنكو أخري الحديث حديث كأنكو أخري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحا يصلي من الليل هبين كميت كذا مسنا لبلبو تكوني ويؤتر برقعة رقعتنا وكوترني ويصلي رقعتين لبرقع دودن وتكوني قبل الغداة صلاة الصبح كور سؤال شو حي صلاة الصبح لبدا رقع دود قراءة ملاديرين يا سماحين كأن يسقوا أدمدو كأن الآدانة أي كأن الإقامة إقامة يدو أدمدو بأذنيه لبدي سلقودين يقص غنتها آدان بمعنى الإقامة قف مرك أقيم كي كدك دقي قرامة ديريني ما قرانا واطين نوص ومرنين ولبدارك عدود خفيفين شري إلى أن كشك يطلو وحما أخري النبي. قال خلف وحوري أرأيت بالكورن الرقعتين اللي بدر عدودي قبل الغداة صلاة الصبح كوري ولم يذكر ما نشيق صلاة خلف ما نشيق. وحدثنا ابن المسنى محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال وحي سألت ابن عمر أيام ويدي بمثله يعني حديث كي وكال كي هو رميد لميدة يعني أيو شيق وزاد وحو سيادي ويؤتر برقعة رقعة يكو ترنيا من آخر الليل يعني هبينك آخر كيسة عدة سيادنا سوا شعبة يا شعبة ويؤتر وترنا برقعة رقعة من آخر الليل وفيه حكوتري فقالوا حلي به إنك لضخم هاي كده قنت هاي كتك ورشوك شوك وكلا كده قنت وكلمة سجر كلمة كوري إنك لضخم نين بورن باتايف نين عيلن باتايف. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المصنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريص قال سمعت ابن عمر أيان مغلي يحدث يسوى حديث كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مسنا فإذا رأيت مرك أدركت أن الصبح صبح يدركك إنه كسوها ليلي فأوتر بواحدة هرق عقويتر. فقيل لابن عمر بوحالويل ما مسنا قالوا حول أن يسلم وإنه سلام نقصده في كل رقعتين اللي بدي رقع دودي كست دمين فروا وين باحلوه قراي مثلا هداد قروي ذي لو رقع دودي كست سلام نقصه. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير الضائي يحيى بن أبي كثير الضائي ابن المتوكل الضائي عن أبي نضرة أبي نضر محوها ومنذر ابن مالك ابن قدعة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حولي أوتروا قبل أن تصبحوا وتريا إن تيدا وابريسا
وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج أخبرنا عبيد الله ابن موسى ابن بادام كيوي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية الكوفي عن يحيى بن أبي كثير الضائي قالوا حي أخبرني أبو نضرة يا إيوه رمي العاوقي منذر بن مالك بن قطعة العاوقي أن أبا سعيد أخبرهم حقور من أنهم يقوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي إني ويديين عن الوتر فقالوا حي لأوتروا وتريا قبل الصبح صبح كهر وتريا بكير نبي صلوات الله والسلام عليه إلهي وحمد سننا سبحانه وتعالى عمر قلنا إنه عافمات كل ما نيو عافمات كيننا تقوى وكل ما نيو عبادة ذيني عمل كيننا الله سبحانه وتعالى أوتوسي ونقا أقبله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وجزاكم الله خيرا.